شكل اس نديرو لين في الفيديو شكل الاس العدد العدد عقد زيد شكل اس العدد عقد زيد يعني زيد كي تميز بالزيد بار هي الموديل كوسينس دو تيتا تيتا هي الزاوية بليس اي سينس دو تيتا الشكل الأسي ديالو هو اما كدير لي ار اكسبونونسيال اي تيتا عفوا هي ار تيتا ولا ار اكسبونونسيال اي تيتا مثلا اذا كان عندنا زيد فوا زيد بريم كتبو تلي نديرو زيد بريم تا هي هي اير بريم كوسينيس دو تيتا بريم بليس اي سينيس دو تيتا بريم عندك اير بريم تيتا بريم هي اير بريم اكسبونسيال اي تيتا بريم مثلا اذا قال لك زيد فوا زيد بريم تاع عندك هادي وعندك هادي يعني اير الاكسبونسيال اي تيتا فوا اير بريم الاكسبونسيال اي دو تيتا بريم في الحالة دير اير فوا اير بريم ولكن الاكسبونسيال اي تيتا بليس الاكسبونسيال بليس تيتا تيتا بريم الاكسبونسيال اي تيتا بليس تيتا بريم بحال الاكسبونسيال ديال اكس فوا الاكسبونسيال ديال ايكغيك هي الاكسبونسيال ديال اكس بليس ايكغيك هادي راه نفسها نفس هادي زيد زيد على زيد بريم نديرو نديرو لها الشكل هي اير الاكسبونسيال اي تيتا على اير بريم الاكسبونسيال اي تيتا يعني غتبقى اير على اير بريم اكسبونسيال اي تيتا موان تيتا بريم بحال القوى اكس على اكسبونسيال دو ايكغيك قال هي اكس موان ايكغيك بحال القوى هادا عندك زيد البسنس ان هي ار البسنس ان اكسبونسيال دو ان عفوا ان تيتا هي ار دو ان اكسبونسيال ان تيتا فوا اي عندك زيد بار ديال اير زيد هي هي اير موان تيتا هي اير الاكسبونونسيال موان اي تيتا عندك موان زيد هو اير تيتا بليس بي هي هي اير فو الاكسبونسيال اي تيتا بليس بي عندك ان سيغ زيد هي ان سيغ اير الاكسبونسيال اي تيتا هي هي ان سيغ اير اكسبونسيال موان اي تيتا
هادشي اللي كاين في هاد ولادي. الضرب قسمة والجمع، الضرب القسمة في السؤال من كيقول لك اعطيني طبيعة الرباعي، مثلا اعطيني طبيعة الرباعي ا بي سي، وش هو مربع؟ يعني ا بي سي دي، يعني خاص تحقق الشرط الاول ا بي ايكالا دي سي، ولا الموديل ديال ا بي ايكالا الموديل ديال دي سي زائد واحد المثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين، يعني قائم الزاوية مثلا قائم المقائم الزاوية في القائم الزاوية مثلا قائم الزاوية مثلا فئة، يعني مقائم الزاوية فئة، يعني مثلث دي أبي قائم الزاوية فئة متساوي الأضلاع متساوي الساقين، عفوا مثل قائم الزاوية في بي ومتساوي الساقين، قائم الزاوية في سي ومتساوي الساقين بحال كي. والشرط الثاني القطران متعامدين ومتساويين ولهما نفس المنتصف، هادو متساويين، يعني القطران ا بي ا سي ايكالا دي بي، القطران متعامدين ومتساوي لهما نفس المنتصف، المنتصف ديال يعني ربط دي بي اي زد دو ا بليس زد دو سي لجوج كيساوي زد، كيساوي زد دو بي زد زد دي على جوج كيتساوي، هذا المربع الكاري. المعين لكن ا بي سي دي معين، لكن معين الشرط يعني ا بي كيساوي دي سي ومثلث متساوي الساقين او الاضلاع، يعني ا بي كيساوي دي سي، يعني ا بي كيساوي دي سي، ا بي كيساوي دي سي رسم لنا نبقات يعني ا بي كيساوي دي سي. والشرط الثاني قطران متعامدان ولهما نفس المنتصف، يعني قطران متعامدان ولهما نفس المنتصف، الزاوية ا سي دي بي كتساوي كتساوي بليس بي سيغ دو ولا موان بي سيغ دو بتردد دو بي. هاد الشروط خاصكم تحفظوهم، ما كاين اذا كان مستطيل ا بي سي دير مستطيل ريكتونغل، يعني ا بي كتساوي دي سي ومثلث قائم الزاوية. الشرط الثاني قطران متساويين ولهما نفس المنتصف، قطران متساويين ولهما نفس المنتصف، القطران الموحد ولهما نفس المنتصف اي سابقين. نزل و يعني ان اسيك تساوي دي بي، يعني الموديل ديال اسيك تساوي الموديل ديال بيس، المتوازي الاضلاع يعني متوازي الاضلاع باراليلوغرام، متوازي الاضلاع باراليلوغرام. شرط ا بي تساوي دي سي، يعني زد دو ا بي تساوي زد دو دي سي. الشرط قطران لهما نفس المنتصف، يعني هاد القطران لهما نفس المنتصف ولكن نفس المنتصف ولكن ما كيتساواوش، ا بي ايكالا د
ديز لا ملكين كيتساوش هي هادي هي هادي كيفاش كان هادشي اللي كاين في هاد الشهور خاصكم يتحفظوا هادو هاد الشروط نمشيو للمثلثات مثل المثلث متساوي ساقين وقائم الزاوية يعني تريانجل تريانجل اي ايزوسات اي ريكتانجل يعني الارجمون دي زد دو سي موان الارجمون دي زد دو ا لا زد دو بي موان زد دو ا ايجالا بليس بيسر دو ولا موان بيسر دو بيسر دو دو بي الموديل ديال هادي كيساوي واحد يعني يعني اسي كتساوي يعني اسي كتساوي ابي في حالة قائم الزاوية في أ لكن قائم الزاوية في السي لكن قائم الزاوية في السي مثلا مثلا شي واحد خد في مثلا شي واحد خد هو فيكساش أ فيكسا سي احسب عادي احسب عادي تادي تي صحيح يعني يعني اصي تادي صحيح غادي غادي تخرج تخرج بها غير 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 الزوايا هادي تخرج بها هادي هادي تخرج بها الزاوية هادي الزاوية من الزاوية هادي الزاوية هي سي سي بي كنقراو من تحت سي سي بي سي ا هي هادي الزاوية اللي تخرج بيها متافقين هذا متساوي الساقين وقائم الزاوية خاص تشوف الشروط هادو مثلث متساوي الأضلاع خص يكون الأرجم ديال زد دو سي موان زد دو أ على زد دو بي موان زد دو أ إيكالا بي تسير تخوا و الموديل ديال زد سي موان زد دو أ على زد دو بي موان زد دو أ يساوي أ يعني أ سي كتساوي بي أ لهنايا عندك ابي كتساوي اسي كتساوي بي كتساوي بيس ما نجي الشروط خاصهم يتحققو مثلث قائم الزاوية تريانجل تريانجل ريكتانجل تريانجل ريكتانجل يعني ا بي سي يعني ارجمون ديال زد سي موان زد دو ا على زد دو بي موان زد دو ا ايكالا بليس لو موان بي سي دو بتردد دو بي يعني هذا خاص يعني يعني زد جي سي موان زد دو ا على زد دو بي موان يعني خاص ينتمي لار يعني خاص ينتمي و خاص ينتمي بليس لو موان ايكغيك اي إذا كان مثلا إذا كان مثلا أعطاك هادي يعني قائم زاوية في السي مثلا زد دو بي موان زد دو سي زد دو أ موان زد دو سي يعني قائم زاوية في السي لهنايا لهنايا قائم زاوية في في بحيث في كتير نبي ولقيناها موان ولا بليس إكريك دو إي هادشي اللي كاين في في هاد طبيعة الرباعي في شي سؤال كيقول لك حدد مجموعة نقط ام من المستوى بي لحقوها زد مثلا كيعطيك بحال هكايا زد من واحد واحد زد مثلا زد دو من واحد العدد اللي زد دو كيساوي شي قيمة كيساوي مثلا ار يعني تقول انه
هو أ إب كيساوي إر، تبينه لا بحال هكا. من بعد تقول ليهم مجموعة النقط ام دو زد هي دائرة مركب زوها زد دو أ. شعاعها R. متافقين هي هادي. إلا مبانتش ليكم قاع عند نطع زاد إيكال هي إكس إس إيكريك، وعندك أعطينك زاد دو أ. زاد دو أ هي إكس بريم بليس إي إيكريك بريم، أتعودت هي إكس بليس إي إيكريك مو إكس بريم مو إي إيكريك بريم، إيكال هاداك إير. هادا غنمشي ندير ليها أوكاري زايد إيكريك مو أوكاري غاصين إير، يعني كتساوي هي إكس مو إكس أوكاري بهادي بريم إكس مو إكس بريم ألتو أوكاري بليز إيكريك مو إيكريك بريم ألتو أوكاري كارا إير. هي هادي الدلال الموديل. من بعد تقول هادشي عاوتاني كاين، عاوتاني كيعطوك مثلا بحال كزيد مو واحد العدد زيد دو أ مثلا، قال هو زيد مو زيد دو بي، نتايا كتسميهم على حساب نتايا كتسميهم بوحدك، يعني هي أ إم كتساوي إما إم بي ولا بي ام، حتى الموديل ديما كيكون موجه، وقت تحسبهم بحال كا ديما تلقاه موجه. وكذلك مثلا كتعوض لهنايا عاوتاني زيد بي اكس بلس اي كريك، ولا هنايا بي اي بلس اكس تعوض بزيد ايكال اكس بلس اي كريك، لما بانتش لك تعوض اللون واللون، ودير تجمع الغيال بوحدو والإيماجينيغ بوحدو، ودير لي موديل هادشي اللي كاين. من بعد تقول لي إذن مجموعة نقط ام دو زيد هي واسط القطعة أب. المثال ندير واحد المثال، هاد المثال يعني عندنا زيد موندو اي زيد بليز اي، نضع زيد سي ايكال هو دو اي، و زيد دو دي إيكالا ناقص إي. زيد موان دو إي إيكالا هو زيد موا إي، يعني هادي هي زيد دل إم، يعني تولي هي زيد موا زيد سي إيكالا زيد مو زيد، غتولي هي سي ام إيكالا دي ام،
قال الدائم يعني، يعني إذا معاد النقط إم دو زيد هي واسط القطعة سيد. خرجنا الأول نديروه نديرو ب بإكس بلس إيكغيك، عندنا إكس بلس إيكغيك موان دو إي راهي إكس بلس إيكغيك موان بلس بلس إي، يعني هتولي إكس أو كاري زائد تولي إيكغيك موان دو أو كاري إيكالا، درت ليهم درت ليها الموديل يعني إكس أو كاري زائد إيكغيك موان موان إيكغيك بلس بلس أن أو كاري. من غادي من غادي من غادي تقلب يعني هادي مشي مع هادي واحد دو إيكغيك يعني إيكغيك أو كاري تمشي مع إيكغيك أو كاري، شحال تقلين تقلين هي كات موان كاتخ إيكغيك موان كاتخ تو بليس كاتخ إيكالا دو إيكغيك بليس أن، وهادي تحول لين يعني لين تمشي لين يعني دو إيكغيك بليس كاتخ إيكغيك بليس أن موان كاتخ إيكالا زير. هي سيس إيكغيك موان تروا إيكالا صفر، يعني إيكغيك إيكالا تخوا سيغ سيس هي أن دومي. هذا هو رمزين يعني ان دومي، يعني الان غيكون اذن مثل مجموع جمعات النقاط ام يزيد هي واسط القطعة ابي ابي دو المعادلة يكريك تساوي ان دو بجوج مصحح. يعني ان دومين يعني يعني كيفاش يعني تكون تكون واحد زائد ايكالا اكس بليس ان دومين اي، هي هذه المعنى ديالها يعني اكس يعني اكس كل كونك ولكن ايكغيك ان دومين يعني بحال هكا ها ايكغيك اي ايكغيك و اكس مثلا ناخذ هذا واحد هي ان دومين لا ديما ديما لهنا ديمن إيكغيك غتكون ديمن إيكغيك غتكون أن دومين و إكس كلكم فما بغات تكون إكس، يعني إكس إما غتكون بوزيتيف إما بوزيتيف ولا نيجاتيف، تكون بحال هاك تكون لهنايا بحال هاك ولا تكون بحال هاك، لكن إيكغيك سوا واحد واحد لجوج. نديرو هاد المثال تاهو
هذا إيكال هذا يعني ندير موان أن بليس دو إي. مبانش ليا اللي هنايا أشنو غندير، غندير ليها، غندير ليها واحد البار زيد موان أن بليس دو إي، واحد البار الفوق واحد البار من بعد مبانش ليا شنو غتولي. هذه تولي هي هي زيد موائي هلكايا. من بعد هتولي هي نديرو مثلا وضعو زيد زيد بإيكالايا أن بليس دو إي، يعني تولي هي زيد موان زيد دو بي قالها هي بي ام. وعندك هادي اي هاد بي ام ايكالا بي ام، عندك موديل ديال زيد مو الموديل ديال او، موديل ديال او هو اصلا معناه هو صفر، يعني هي او ام، يعني بي ام كتساوي او ام. ندير الى مجموعة النقاط هي وسط القطعة بي او لا او لا او بي، ديال الدائرة يعني ندير زيد ايكال هي ان مو دو اي زيد دو ان، يعني زيد موان زيد دو ان ندخلو شنو هي ايكال دو، يعني ا ام ايكال دو. ميتين بعد النقط ام دو زيد هي هي دائرة شعاعها إيس إيكال دو و مركزها زيد دو إيكال أن موان دو إي. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو.